العقل أن القاتل يعقل أن يمسك فلا يفك حتى يقاد منه أو أن يعفو عنه أولياء المقتول، وسمي ذلك عقلا لأن العقل معناه الإمساك، معناه الإمساك. وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه يمنع الإنسان عن فعل ما لا يجوز له شرعا أو ذوقا أو طبعا أو عرفا. وسمي السجن عافاكم الله مش كده ولا إيه؟ وسمي السجن عافاكم الله بماذا؟ بالمعتقل، لأن من دخله لن يستطيع أن يخرج منه، يمنع فيه. وسمي الحصن الحصين بالمعقل. وسمي الحبل الذي يربط به السوائم بالعقال، ومنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. فالعقال هو الحبل الذي تربط به السوائم عندما تدفع إلى زكاة. فعندما يقتل القتيل نأتي بالقاتل، نعقله، يعني إيه؟ نمسكه، نقبض عليه، ونبدأ نشوف ما الذي دفعه على القتل. هل كان خطأ؟ هل كان متعمدا؟ إذا كان متعمدا، أولياء المقتول هل يرضون بالدية أم لا بد أن يأخذوا بالقصاص فيقتلوه، أم يعفو عنه لا دية ولا قصاص؟ أذكر هنا من باب الطرائف أن رجلا في السعودية قتل وكان ولده رضيعا وليس له من عصبه إلا ذلك الولد، لا في جد ولا أخ كبير ولا عم ولا حاجة. ففضل الرجل القاتل في المحبس إلى أن بلغ هذا الولد بعد 16 سنة ولا 16 ونص، والتاني فين؟ في محبسه يأكل ويشرب وينتظر. فعرض أولياء القاتل على هذا الفتى قريبا من 5 مليون ريال حتى يعفو عنه ورفض، قال لابد أن يقتل قاتل أبي. وبالفعل في اليوم المحدد أتوا به في الساحة عامة وعربية المية والبتاع والسياف، والمدعي بتاع المنطقة ماسك الورقة وقول إنه في يوم كذا وبتاريخ كذا قام فلان بكذا واعترف بقتله وأحيل مش عارف اللي قاضي التمييز وحاكم محكمة بكذا والبتاع، قاعد يحكي القصة، والسياف ينتظر الإشارة بأن يطير رقبته. اللي حصل أمر عجيب، السياف لسه بيتقدم علشان يضرب رقبته، الولد جره وقال عفوت عنه. فهذا الرجل كان في ماذا؟ كان في محبس. هذا هو العقل، وهذا شرع الله عز وجل. وقال ربنا عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص فيه حياة، فيه حفاظ على الأرواح وحماية للأعراض والأموال. فإذا لم يقم هذا الشرع فكيف لأولياء المقتول أن يروا بأعينهم القاتل يسير في الشارع؟ إنهم حتما سيريدون أن ينتقموا منه فيقتلوه، فإذا قتلوه
ربما قام أولياؤه ليقتلوا من قتله، فيثور الناس بعضهم إلى بعض فتكون الملحمة. سبحان الله. فالعقل من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم،